Thank you, Mr. President. I have the honor to speak on behalf of. شكرا سيدة الرئيس لشرف الحديث باسم الاتحاد الأوروبي والدول العضوة فيه ألبانيا بوسنيا والهرسك جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة مونتينيغرو صربيا وأوكرانيا تنضم إلى هذا البيان أيضا. نعرب عن فزعنا العميق إزاء الطفرة في وتيرة العنف التي شهدناها مؤخرا في غزة والتي أدت إلى مقتل عدد مرتفع من الفلسطينيين وجرح عدد آخر، ونؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي على أساس الأطر المتفق عليها دوليا بطريقة تؤدي إلى حل الدولتين. مجلس الأمن عليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه عملية السلام، وعلينا أن ندعم كل الجهود ذات المصداقية لإعادة إطلاق عملية السلام، كما نعيد التأكيد أيضا على الطبيعة الملحة المطلوبة في معالجة خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما نعرب أيضا عن دعمنا الثابت لجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة السيد مادينوف التي يبذلها في هذا الإطار، على إسرائيل أن تحترم حق الشعوب بممارسة المظاهرات السلمية وضمان استخدامها للتدابير المتناسبة في حمايتها لمصالحها الأمنية المشروعة. نحث كل الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوتر ولأن تعمل بأقصى درجات ضبط النفس لتفادي أي فقدان إضافي في الأرواح، وعلى قوات الأمن الإسرائيلية أن تبتعد عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العزل، وأن الاستخدام المميت للقوة عليه أن يمارس بأقصى درجات ضبط النفس وكوسيلة أخيرة لحماية الأرواح، وأن استخدام القوة يجب أن يكون تناسبيا في كل الأوقات، ومن قاد المظاهرات في غزة بما في ذلك حماس وجماعات أخرى تتحملون مسؤولية تفادي الأعمال الاستفزازية مع ضمان إبقاء المتظاهرين بعيدين عن العنف. ونحن نندد بإطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل، ونحن نؤكد أيضا موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والمتحد بشأن القدس كقضية الحل النهائي، ونحن نحترم التوافق الدولي بشأن إسرائيل والذي تجسد من جملة أمور أخرى في قرار مجلس الأمن 478 بما في ذلك الأمر المتعلق بالممثليات الدبلوماسية حتى تتم تسوية القدس ووضعها النهائي. وشكراً.